أشاد سفير المغرب في مصر محمد آيد بقوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتي تقوم على التعاون المثمر والمنفعة المشتركة. وخلال احتفالية بمناسبة الذكرى 25 لتربع الملك محمد السادس على العرش، أكد آيد في كلماته على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين في القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. بمناسبة مرور 25 عاماً على تولي الملك محمد السادس الحكم، أقامت السفارة المغربية بالقاهرة احتفالية شارك فيها عدد من القيادات السياسية العربية والأجنبية، حيث أكد السفير المغربي على عمق العلاقات المصرية المغربية. توجد العلاقة المغربية المصرية في قلب اهتمام الدبلوماسية المغربية، وجلالة الملك يراعي هذه العلاقة وينميها ويراها شخصيا. لماذا؟ لأن اللجنة العليا المشتركة المغربية المصرية يرأسها جلالة الملك من الجانب المغربي، ويرأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من الجانب المصري، وهي اللجنة الوحيدة التي يرأسها جلالة الملك في علاقاتنا الثنائية مع باقي دول العالم. شهدت الاحتفالية مشاركة عدد من الفنانين وأبناء الجالية المغربية بالقاهرة. أولا زي ما احنا عارفين مصر بترحب بكل الشعوب وكل الناس، فما حدش يعني بيحس بغربة هنا. يعني ما بين المغرب ومصر في يعني صداقة وفي محبة وفي ود ما بين الشعبين من زمان، وبس والشعب المصري مرحب وطيب جدا. ونهني الشعب المغربي الشقيق بهذه المناسبة السعيدة، متمنين لهم مزيد من التقدم والتوفيق إن شاء الله. وطبعا العلاقات المصرية المغربية علاقات وطيدة وعلاقات قوية، خاصة في الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك علاقات كبيرة خاصة على الوطن العربي. نهنئ الشعب المغربي بهذه المناسبة ونتمنى لهم مزيد من التقدم والتوفيق. أشار السفير إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب خلال ربع قرن من عهد الملك محمد السادس، مؤكدا على استمرار المغرب في دعمه لمصر في مختلف المجالات والتعاون المثمر بين البلدين. كما نوه بمساهمة الجالية المغربية في مصر في تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين. احتفالية تؤكد على مدى قوة العلاقات المصرية المغربية، والتي تؤكد على مدى الترابط بين الشعبين على مدار السنوات الماضية، وتأكيد الحكومتين على أهمية توطيد العلاقات في المرحلة القادمة. منذر أبو دوح، التلفزيون المصري.